تلميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية، سنحله معا. الموضوع موجود على القناة في كومينوتي من أجل الطباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول إلى القناة والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات. إذا نبدأ في حل الاختبار، التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. جبريل عليه السلام ملك من الملائكة. سيدنا جبريل ملك من الملائكة، أحسنتم، صحيح. الملائكة مخلوقات مرئية نكلمها ونحاورها. الملائكة مخلوقات نراها، نتكلم معها ونتحاور معها، أحسنتم، خطأ. الملائكة مخلوقات تختلف عن البشر، لا نكلمها، لا نحاورها ولا نراها. صلاة الجمعة ليست واجبة في المسجد، أحسنتم، خطأ. صلاة الجمعة واجبة في المسجد. رأى محمد صلى الله عليه وسلم الغنم في طفولته. محمد صلى الله عليه وسلم رأى الغنم في طفولته، جيد، صحيح. المسجد مكان للبيع والشراء. المسجد مكان مخصص للبيع والشراء، أحسنتم، خطأ. المسجد مكان مخصص للعبادة والذكر وطلب العلم. إذا نراجع، جبريل عليه السلام ملك من الملائكة، الملائكة مخلوقات لا نراها، لا نكلمها ولا نحاورها، نراها ونكلمها، خطأ. صلاة الجمعة واجبة في المسجد، ليست واجبة، خطأ. رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الغنم في طفولته، صحيح. المسجد مكان مخصص للعبادة والذكر وطلب العلم، ليس للبيع والشراء، بيع والشراء خطأ. ننتقل إلى التمرين الثاني، أضع كل كلمة من الكلمات الآتية في الفراغ المناسب. لدينا كلمات الملائكة، آدم، طين، إبليس، القيامة. نلقى الكلمات الملائكة، آدم، طين، إبليس، القيامة. أبو البشر هو أبونا سيدنا، أحسنتم، آدم عليه السلام. عليه السلام خلقه الله من ماذا؟ خلقه الله، أحسنتم، من طين. وأسجد له، جيد، الملائكة. قراءة، أبو البشر هو آدم عليه السلام، خلقه الله من طين وأسجد له الملائكة إكراما له، ولكن، أحسنتم، إبليس. ماذا فعل إبليس؟ رفض السجود لآدم له حسدا وتكبرا، فلعنه الله وتوعده بالعذاب الأليم يوم، جيد، يوم القيامة. نقرأ الفقرة، أبو البشر هو آدم عليه السلام، خلقه الله من طين وأسجد له الملائكة إكراما له، ولكن إبليس رفض السجود له حسدا وتكبرا، فلعنه الله وتوعده بالعذاب الأليم يوم القيامة. نواصل التمرين الثالث، اربط بين كل آية مع اسم الصورة التي وردت فيها. لدينا الآيات، لدينا الصور، آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، وحصل ما في الصدور فهو في عيشة راضية وإنه لحب الخير لشديد وما أدراك ما هي. إذا نبدأ، وحصل ما في الصدور، أحسنتم، هي سورة العاديات. نراجع سورة العاديات، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأطرن به نقحا فوسطن به جمعا.
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إذن سورة العاديات. فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. أحسنتم. سورة القارعة. وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إذن نفس الصورة هي صورة، أحسنتم، صورة العاديات. وما أدراك ما هي، نار حامية. جيد. صورة القارعة. إذن لدينا آيات من سورة العاديات، وحصل ما في وإنه لحب الخير لشديد وحصل ما في الصدور، سورة آية من سورة القارعة، فهو في عيشة راضية، وما أدراك ما هي. الثمين الرابع. صنف في الجدول السلوكات التالية. لدينا السلوكات: السرقة، التعاون، الاحترام، الشتم، المحبة والظلم، كلها سلوكات. من الأخوة في الإسلام، ليس من الأخوة في الإسلام. لدينا سلوكات حسنة وسلوكات سيئة. السلوكات الحسنة من الأخوة في الإسلام، سلوكات سيئة ليست من الأخوة في الإسلام. نبدأ السلوك الأول. السرقة، السرقة سلوك، أحسنتم، سيء، إذن ليس من الأخوة في الإسلام. واصل. التعاون سلوك حسن، جيد، من الأخوة في الإسلام. السلوك الثالث. الاحترام سلوك، أحسنتم، سلوك جيد، إذن من الأخوة في الإسلام. الشتم سلوك سيء، إذن ليس من الأخوة في الإسلام. المحبة سلوك جيد، إذن أحسنتم، من الأخوة في الإسلام. المحبة. السلوك الأخير. الظلم سلوك سيء، ليس من الأخوة في الإسلام. لدينا السلوكات الحسنة من الأخوة في الإسلام، لدينا التعاون، الاحترام، والمحبة، ليست من الأخوة في الإسلام، السرقة، الشتم، والظلم. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.